هبط شوية هبط شوية على بلد مواقف ثابتة وبالمناسبة نعبر عن شكرنا وتقديرنا لهذه العاطفات الإنسانية لشعب يعاني من مأساة إنسانية كبيرة جدا ونعبر عن شكرنا لسيد الرئيس الجمهورية الله يخلصك شوية خاصة إن نكون صراحة في وقت الخليج شعوري تذهب إلى طبعا مؤسسة كانت بجانب العمل الإنساني ودعم العمل الإنساني هي الجيش الوطني الشعبي وإحدى قادتها المرحوم السيد الفريق يعني نكون صراحة في وقت بهذا الفريق بالذات نقف في وقت ترحم وخشوع وأنفال لهذه المؤسسة والمرحوم المجاهد السيد فريق عبد الفتاح. فإن الجيش الوطني الشعبي كما قال معالي الوزير دائما كان بجنب كل العمليات الإنسانية. احنا نفتخر بها جزء بين الجزائر وجمال مساعدة هائلة.